وهذا الشيء علاش كنتحاربوا حنا دابا والله القسم على واحد الطبقه عندنا هنا خصنا اسمو خصنا نشوفوا لهم التحيه ديالهم بالثمن اللي يناسبهم على الجهد ديالهم. بعد الله يكون في العوان راه الوقت قاتله كلش تحت مكاره. هنا في المسواق راه تنتسوقوا ثلاثه ديال الشريات، تنشريو الجلب فيه الكبيره واللي تبعها والصغيره ديالها. هذيك الصغيره كتشرى بثمن مع الجلب، ما كنبيعهاش بثمن باش شريناها، كنبيعها ناقصه على فلوسها باش خلصناها احنا. مثلا مخلص مع الجلب ب 90 ولا ب 85 راه يمكن نبيع هذاك الصغير ديالها، هو كاين عندي هنا يمكن نبيعه ب 60. انا مخلصو ب 85 ولا ب 90 ولا ب 80 حتى نقص عليه فلوسه، ولكن تيتضاف داك الشيء اللي خاصو كيتضاف على ديك اللي تابعاه وعلى الغليظه ديالو. تتفرق هذيك الفلوس اللي خاصها في هذا، تتقسم عليهم وتيجي داك الشيء هو هذاك الماء في الماء. هذاك اللي تا الغليظ ما ضيعش، واللي تا الموين ما غاديش يضيع، واللي تا الصغيره ديالها ما يضيعش. الاثمنه تتكون مناسبه للجميع. اش غادي نقول لك؟ من 2500 دابا تتبان لي ما شارياش بالنسبه لهذا الشيء اللي كاين دابا. هذاك المسكين اللي كان تيشري ب 1500 ب 1600 ب 1700 يمكن غتزاد عليه واحد 700 ولا 800 درهم فيها. هذاك اللي كان تيشري ب 3000 و 3200 و 3300 و 3500 غتزاد عليه قولي 1000 درهم، ما بين 800 و 900 حتى 1000 درهم في الموين. وفي هذا الشيء الغليظ راه مزيده فيه 1000 درهم ما نهضروش عليها. انت مثلا هذا دابا هو راه 100 5500 6000 كاينه فيه 6500 كاينه حتى 7000. كاين بقل من هادشي شي ناقه تيقولوا به 8000 درهم 7500 في السوق، وماشي سنا الحليب، تلقاه خروف رباعي ولا سداسي ولا جامع، فهمتي؟ اه تلقاه كبير، ماشي شي حاجه اللي هي فهمتي جوده، وطالبين فيه الثمن. هو تنقول انا من الاحسن بنادم الا لقى يمشي للبلاصه اللي يلقى فيها الرفق شويه، حيت الناس ماشي بحال بحال. السوق فيه المحيدي ديالهم رحمه الله. فهمتي ما عندوش السوق لا في المسكين ولا وقت ولا في الغرض يبيع الخروف يصور فيه هو ما كرهش يصور كاع اكثر من قياسه. داكشي اللي زاد الوقت زايدين عليه الشناقه. داكشي اللي زاد الوقت باين، ولكن الشناقه تعاود يزيد من بوك داكشي اللي فرضت الوقت. فهمتيني اختي؟ والعلف الكساب ما باقيش قدر يكسب. ما باقيش قدر يكسب الغنم، الغنم تتمنع عليه. العلف غلا، دابا كاين ما بين 4 دراهم و50 فرانك. كل نوع في العلف. إلا بغيتي العلف اللي هو يصلح للغنم وداكشي. وكسب اللي هما كاين اللي كيربي الغنم بحال ولادو. تيقابل الغنم كثر من تيقابل ولادو، والله العظيم تنعرف انا ناس عندهم الغنم كثر من ولادو. تيقابلها زعما بجيتية، وما يمكنش يوكلها أي حاجة ولا شي. العلف اللي كتاكل إلا جبتيها لهنا وبدلتيه لا ما تاكلوش. داكشي اللي كنلقاوها كتاكل في الكسي فين كانت مكسوبة فين تزادت وفين كبرات تنديروه تنعطيوه لهنا. الرويزة بحال نخالة بحال فصا بيب شي منظر شويه، فهمتي داكشي السيكاريوم وداكشي ما كنستعملوش كاع بتاتا بنوبه، فهمتي داكشي ما تيصلحش للغنم. فاش نطلقوا الكليان ديالنا للسوق الشناق يقلعوا عليه الدم ديالو، حنا تنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الشناق في السوق، تنعرفوا الاثمنه الخروف تنقوموا الخروف هو حي، تنعرفوا شنو اللحم اللي غادي يخلي في الميزان، وتنحسبوها بثمن الوقت ديال العيد. تتلعب اللحمه بين 100 120 درهم كتوصل. قبل كانت تلعب ما بين 90 80 100، فهمتي؟ هذا هو الشري ديالنا اللي كنشريو للكليان ديالنا. وعندنا مناطق خاصه تنمشيو لها فيها كسابه اللي هما محترفين في كسيبات الاغنام، وكنلقاو فيهم الكود، تنلقاو فيهم الكود اللي باش تتجاوبوا معنا في الاثمنه. تعرفونا حنا كل عام معاهم، وتعرفونا بانه ماشي تنشنقوها باش نربحوا فيها مع الناس شي ثمن اللي هو باهيض ولا تنلعبوه على حساب المسكين. الناس الطبقه المتوسطه عندنا هنا في الكليون والطبقه اللي اسمه كلها كيتي على حساب. والخروف المخير هنا ما يمكنش نفوت فيه 200 درهم 250 درهم وراه تياكلها لداخل. يعني كنجي معاه الماء في الماء الكليان كانني سخرت ليه، ما
فهمتي؟ هذه الخدمة تنخدموها حنا مع الكليان ديالنا مرة في العام ماشي مشكل. بالنسبة للكليان واش أنه كي زعم أنه تيشري وسميتو، الكليان ديما كيشري واخا كان تماس وما كانش كيشري. أنا عندي كليان ديالي قبل باقي العيد شهر أنه كيعيطوا لي وكيسولوني على الأضحية واش داير واش، حيت عارفين الثمن كاين وكاين إقبال، حتى دابا كاين إقبال، الناس كتشري ماشي ما كتشريش. أنا حتى أنا تقريبا نص عندي في الغنم راني بعتها، وغادي نقول لك المسكين راه هو اللي كاع هو اللي كيعيط أنه تيكون عنده الوليدات كيبغي يفرحهم خصو يتشري شي حاجة زوينة، كيتقاتل واخا عنده هو الصالير عنده شوية ديال، ولكن كيتقاتل بأمك أنه يجيب أحسن حاجة باش يفرح الوليدات تالو، أنه يرضي الله تعالى بالأضحية. حيت هذاك راهي هاد جا كنعطيو الله تعالى ماشي للحمة، اللحمة كياكلها الإنسان على طول العام، أنه بنادم إنسان خصو يعطي شي حاجة اللي تكون زويونة، أنا راه هادية لا ريك ربنا عطيو شي هدية للإنسان خصك تعطي أحسن حاجة، مع بالك أنك الله تعالى كتبغي تعطي هاد الهدية هادي، ونتمنى الله إن شاء الله يقبل منا. عرفتو ذاك العام أنه ما بقاتش الغنم، ما بقاتش كاع، والتمر طاف أن الناس كتبغي خروف ديال 30 40 لا تسمع فيه 80 70 وكتشري، أنه ما كانش الإنسان أنه ضروري أنه يشري. وهذا العام كنعتقد بان كاين الغنم، ماشي غادي تخص كاين الغنم، انما الثمن هو اللي غادي يحكمها، قدر يرتفع قدر مع بالها. دابا بقات شي سيمانه للعيد ولكن الثمن باقي مرتفع، ماشي للاسواق الاسبوعيه كنظن كنلقى الثمن بزاف باقي، وهذا انا دخلت الغنم من على برا وعندنا الغنم ديالنا كاينه موجوده ولكن كاين الثمن.